بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا كوكو، خلاص يا كوكو، ما سكتش غير لما كان سندوتش الشاورما بتاعي. خلاص يا حبيبي. بص بقى يا علو، انتوا البيبي سيتر اللي هتنقوها دي لازم تنقوها على الفرازة، حاجة كده تكون حمار وحلاوة، حلاوة وحلاوة. ها ما تقوم بقى تعمل لي سندوتشين حلاوة. لا ما عندناش حلاوة، في بيض اسلق لك يا ابني. افهم بقى. افهم ايه يا حسين؟ انت جاي تغني عليا؟ انا بلاغيك في الصح، انا عندي ليك حتة دين واحدة مزة مزة. حاجة كده هادي على زبادي. طالما مزة مزة بقى يبقى استحالة انجي ترضى انها تخش البيت من اساسه. في الحالة دي انت تعند وتصمم على البيبي سيتر. وطالما صممت بقى انجي هتقول لي طلع الورق العرفي اللي بينك وبينها. الله، طب ومين هيقول لها ان في ورق عرفي اصلا؟ انا عن نفسي مش هفتح بقي. انت كمان عاوزني اتجوزها عرفي يا حسين؟ امال يعني حلوة الصاروخ اللي هيجي يقعد معاك في البيت ده طول النهار، مش لازم تكتب حتتين عرفي كده؟ ها؟ وكمان عاوزني اتجوز واحده في نفس الشقه اللي عايشه فيها مراتي. امال هتعمل ايه يعني؟ اتجوزها في شقه تانية. ايوه صح. بص انت حر، اتجوزها في اي حته ان شاء الله في التلاجة. بس يا جدعان انت انا بهزر. وبعدين جرى لك يا حسين، انت تعرف الستات الشمال دول منين يعني؟ انت مش المفروض ضابط بوليس؟ لا خلي بالك انا شقي وعجبك. ها دي اتعرفت عليها في الاسم، كانت ممسوكه اداب. اداب وعايز ادخلها بيتي؟ انت هتطلع بره بكرامتك ولا طردك وهزقك؟ بص إن بعض الظن اسم، أديك شكيت فيا أهو. دي كانت ممسوكة ظلم، يعني البنت طلعت مؤدبة فعلا. لا كانت ممسوكة ظلم ومؤدبة هاتها، بس برضه اطلع بره. طب تعالى امسك ابنك بقى. لا لا خلاص خليك وهات الموز ده.